كعادتها في أوقات الأزمات والمحن، سارعت مصر بمد يد العون لمساعدة أشقائها العرب، ولم تتوقف فقط عند تقديم التعازي والمواساة، بل ترجمت التضامن العربي إلى أدوات دعم وإغاثة فورية. ويأتي ذلك تماشيا مع الأحداث التي تعيشها ليبيا بسبب إعصار دانيال، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لليبيا، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا. كما ترأس اجتماعا مع عدد من قادة القوات المسلحة أعلن خلاله حالة الحداد 3 أيام في البلاد، وموجها القوات المسلحة بتقديم كل الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، زار ليبيا وفد عسكري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك لتنسيق سبل تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة. ومن جانب آخر، فتحت مصر جسرا جويا لنقل الدعم اللوجستي، يبدأ بإرسال 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكل المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية، شهد الرئيس السيسي اصطفاف معدات الدعم للشعب الليبي، موجها بتجهيز حاملة الطائرات مسترال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا، كما وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين. ومن جانبه، وجه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الشكر للرئيس السيسي، كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشكر للرئيس السيسي على المساندة المصرية الصادقة. مسيرة علاقات لا تتوقف بين البلدين، إذ يتحدث عنها التاريخ وينقلها إلى الأجيال القادمة، وتبقى مصر هي الدعم والسند في المنطقة للأشقاء.